اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين. لا حديث اليوم، الحديث عن فيروس كورونا، هذا الوباء اللعين الذي اودى بحياه اكثر من مليون بحياه اكثر من مليوني شخص، او اعتقد اصاب اكثر من مليوني شخص، واودى بحياه اكثر من 130 الف شخصا حول العالم، وخيم بظلاله على وضع ضعف وشجاعه. ولكن هناك يتنبأ او من يعتقد انه لابد من خلق الازمات من رحم، أو خلق الفرص من رحم الأزمات، عفوا. معي ومعكم اليوم سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية. سيد طلال، أهلا وسهلا بكم معنا على صفحة اليوم السابع. أهلا بكم، شكرا لاستضافتي. شكرا، أنا سعيد بأن أكون معكم. شرف لنا يا فندم. سيد طلال، يعني اسمح لي أن نبدأ حديثنا عن تصريحاتكم الأخيرة حول احتلال الاقتصاد المصري المرتبة السادسة عقب انتهاء أزمة كورونا، يعني نريد تفصيل أكثر وتوضيح أكثر لهذا الطرح. أنا سعيد أن أبدأ بشيء إيجابي، لأن أنا بطبيعتي إنسان متفائل جدا، وأبحث دائما في الأفق عن ما هو إيجابي، وأن كان يبدو حاليا ليس كذلك كما هي أوضاعنا حاليا. إحنا في عام 2020، أعطيك تسلسل سريع، أن الكورونا لم تنتهي قبل سنة، وهذا خبر مش مريح. آثار الكورونا لم تنتهي قبل 2025، هذا خبر آخر. بهذه الأثناء سنضطر أن نعيش حياتنا ونعيش اقتصادنا، ولذلك أنا منذ البداية قلت يجب، وانتقدت كثيرا لأنني قلت أن الحفاظ على الأرزاق وعلى مستقبل الاقتصاد والوطن هو بأهمية الحفاظ على الأرواح، ويجب أن نسير في مسارين. آثار الكورونا ستمتد معنا بعد أن يقضى عليها، ولن تنتهي أزمة الكورونا إلا عند اختراع الفاكسين. إذا لم يخترع الفاكسين خلال سنة، وهي التوقعات في أغلب الدول أو المراكز البحث، نحن سنبقى نعيش في هذه الأزمة الصحية الحياتية. ولكن لنفترض، وهذه توقعاتي أنا شخصيا بناء على دراساتي ومتابعتي للموضوع، بعد ذلك سنواجه الأزمة الكبيرة أيضا، وهي أننا أمام وضع اقتصادي منهار. صحيح. وهذا الوضع الاقتصادي المنهار يسري على كل الدنيا، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية. نحن سنجد أنفسنا في أزمة اقتصادية شديدة تشبه الكساد الكبير عام 1923، قبل حوالي 100 سنة، حيث نجد أن البطالة مرتفعة جدا، والبضائع على أسعار خيالية، وهنالك مشاكل متعددة تقيد حركة الاقتصاد. هذا الموضوع يجب أن كنا أن نستعد له من البداية، مش الآن، ولكن الآن أصبح ملحا. وأتمنى، وأنا أول تمني، وأنا مجرد مواطن لا أملك لا سلطة قرار ولا معرفة يختلف عن ما يعرفه الآخرين، أنا أقل الناس علما، أنا تلميذ يدرس ويحلل ويقدم اقتراحات. يجب أن نشكل غرفة أزمة عمليات، كما شكلت الدول غرفة أزمة عمليات للكورونا ومواجهتها، علينا أن نشكل غرفة أزمة عمليات للاقتصاد الذي سنواجهه، والذي بدأت تداعياته. الشركات بدأت تخفف من موظفينها لأن إيراداتها انخفضت، التجارة ستنخفض، بدأت الانخفاض وستنخفض إلى نسبة تاريخية لم تحصل قبل بالتاريخ، ستنخفض إلى 50% منها، لأن الطيران مقفل، البواخر، الحدود
مغلقة إلى آخره. صحيح. فإذا كيف سنواجه هذه الأزمة؟ هذه النقطة بدي أحطها، لأنه من واجب الأمانة أن أقول أن لا ننتظر المصيبة عندما تتأزم، بل أن نجعل منها دراسة كيف نستغل هذه الأزمة. إذا حكينا عن الكورونا واستثنينا ما يقال من أنها قد تعود ومرة أخرى وتلف على العالم، دعني أستثني هذا الاحتمال وأكتفي بأن أقول إن شاء الله مثل اليوم السنة القادمة يكون العالم نظفة من الكورونا. هذا أول. إن شاء الله. نأتي إلى الجانب الاقتصادي. الجانب الاقتصادي إحنا دائما يقول الخبراء إنه عندما تعطس أمريكا العالم يصاب بالأنفلونزا. صحيح. أي أن ما يحصل بأمريكا يصيب أكثر بكذا مرة في الدول الأخرى. هالمرة هذه الفترة الموضوع مقلوب، أمريكا ستصاب بالأنفلونزا والعالم سيعطس فقط. هذه أحطها من باب التفاؤل، لأن طبيعة الأزمة ومعالجتها وحجمها في أمريكا هو الأسوأ على مستوى العالم. يعني أكثر دولة متضررة في الدنيا من الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية. واقتصاديا أنا مش هتكلم عن إحصائيات الكورونا، كل يوم بنشوفها على التلفزيون 24 مرة. أنا بدي أتكلم عن الوضع الاقتصادي. هذا الوضع الاقتصادي الناشئ عن أزمة الكورونا حاليا بدأ بعنف في أمريكا، مما اضطر الحكومة الأمريكية أن تخصص 2 تريليون، 2 تريليون يعني 2000 مليون، 2000 مليار، 2000 مليار مليون، يعني رقم خيالي. وحتى نقدر حجم هالمبلغ، الواردات الحكومية يعني الـ government budget، دخل الدولة في أمريكا هو 3.5 تريليون فقط، بينما مصروفها الحالي قبل هذا الدعم هو 4.5 تريليون. يعني أمريكا عندها عجز في موازنتها تريليون عجز سنوي دون هذه أزمة، دون حزمة الدعم اللي هي 2 تريليون. إذا أضفنا 2 تريليون يصبح العجز الأمريكي 100% في الموازنة، وهذا مش مزحة. وأنا أدعي بأن 2 تريليون لا تكفي، ستضطر أن تكون أكبر. ولكن في نعمة أنعم الله بها على أمريكا أن عندها مطابع تطبع الدولار، وهو وضع فريد بالدنيا إلا الصين. الصين هي الدولة الوحيدة الأخرى التي عندها القدرة لتواجه العجز بأن تطبع يوان، العملة الصينية. وفي بداية الأزمة الصين ضخت، من بداية الأزمة 27 تريليون من عملتها المحلية لتحافظ على مسيرة الاقتصاد. فإذا نحن مصيبتنا أقل لأن حجمنا أقل، ولكن بقدر ما أمريكا ستتضرر ويتبعها الاتحاد الأوروبي نحن سيصيبنا جزء من هذا الضرر. كيف وحجمه وماذا يجب؟ أنا أرى أنه هذا أولوية يجب أن تخطط الدولة لبحث استعداعياتها وإجراءات مواجهتها والتخفيف من أضرارها. صحيح. هذا بالنسبة للولايات المتحدة والصين. بالنسبة لمصر وطرح حضرتك للاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا أنه سيكون في المرتبة السادسة عالميا، يعني عايزين تفاصيل أكثر عن هذا الطرح. لا، أنا هنا عشانك. أنا عندما قلت أن مصر، وأنا أكرر وأؤكد أن مصر ستكون إن شاء الله في حجمها الاقتصادي الدولة السادسة على العالم في سنة 2030. أنا ما قلتش بكرة،
ولا قلت بعد انتهاء الكورونا، ما كانش في كورونا اصلا. انا قلت تحديدا عام 2030 سيعاد ترتيب الدول في العالم اقتصاديا في خارطة جديدة، اكبرها الصين، يليها الهند، يليها الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره، إلى أن نصل إلى مصر. وفي هذا التصنيف مصر موجودة سابعا، ولكن أنا قلت سادسا لأنني أرى أن تركيا الموجود بهذا التقييم موجودة متقدمة على مصر، لن تستطيع أن تحافظ على هذا التقدم حتى 2030. ستكون مصر بخلاف الدراسات الأمريكية اللي أنا استندت لها، ستكون هي السادس وتركيا هي السابع. إذن سيد طلال، يعني هذا التوقع ليس له علاقة بفيروس كورونا من الأساس، ولكن أبدا ما لهش علاقة. هل توابع هذا الفيروس على العالم والاقتصاد العالمي سيؤثر على هذا الطرح؟ أبدا، يعني يؤثر بدرجة ما أنت تحسن إدارة شؤونك، لأن أثر كورونا هو على الجميع، ونحن عم نعمل شيء مقارن. يعني إذا كان تأثرت الدول الأخرى ونحن تأثرنا، ففي هنالك مقارنة، كل الدول ستأثر، ولكن الترتيب في نظري سيبقى. ودك نشرح ليش أنا بنظري سيبقى؟ أنا مستعد. طيب، يعني سيد طلال، تحدثتم أيضا عن ضرورة تحويل أزمة كورونا الحالية لفرص أو انتهاز الفرص منها. برأيك ما هي الفرص التي قد تندرج عن هذه الأزمة العالمية؟ أنا مثلا ما دمت أتكلم من هذا المنبر المصري، خليني أحكي عن مصر كيف بعض الفرص اللي ممكن أن تتاح. تفضل. مصر أول اجتهاد يجب أن يتم الآن هو التحول أو التركيز على صناعات الأدوية والأغذية. هاي فرصة، هاي فرصة لنا في كل دولنا العربية، ولكن أنا أقول مصر لأني أحدثك. الأولوية يجب أن تعود ليس إلى الاستهلاك والرفاهيات، بل إلى الأساسيات. والأساسيات هي الدواء والغذاء والتعليم. ليس هنالك شيء في الدنيا أهم من هذه الثلاث حاجات. إذا أخذنا الغذاء والدواء، مصر كانت، وأنا واثق بموجب الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية، ستعود لتصبح طاقة إنتاجية هامة في مجال الغذاء. والغذاء أنا لا أتكلم فقط عن الزراعة، ولا أتكلم عن المأكولات فقط كمأكولات التقليدية، ولكن أنا أتكلم عن الأجرو إندستري، أي الصناعات الغذائية. هذا واحد. مجال ثاني، وأنا سئلت إنه ما هي المجالات المستقبل التي يمكن أن تكون الأهم في مصر. ثانيا المجال الدوائي. بعد اليوم لا يجوز لأي دولة، وخصوصا إذا كانت دولة كبيرة ومهمة مثل مصر، أن تعتمد على دوائها من الخارج. تجربة كورونا علمت كل الدول أنه يجب أن يكون عندي اكتفاء ذاتي دوائي، لأنني عند أي أزمة، يعني هذه الأزمة فضحت العالم، فضحت البشرية التي تحول كل إنسان فيها إلى شخص أناني، وكل دولة أصبحت أنانية، أنا أولاً. وحتى كانت بعض الدول تحاول أن تسرق أدوية الدول الأخرى. فإذن مصر يجب وتستطيع أن تكون باكتفاء ذاتي دوائي. وهنا أود أن ألفت إلى شيء جديد. إحنا الآن في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بدأنا بالزراعية والصناعية والتكنولوجية، والآن الرابعة اللي هي الثورة المعرفية، معرفة ثورة اختراع المعلومات، اختراع الأفكار المنتجة، والتي هي اليوم
أثمن شيء في الدنيا، أغلى شيء في الدنيا الآن مش مصرف ولا بير نفط ولا مصنع، فكرة، كما هي جوجل أو كما هي أمازون، هي مجرد برنامج كمبيوتر لا أكثر ولا أقل، هي فكرة. فنحن انتقلنا إلى هذا العصر ومبسوطين عليه. هذه الأزمة علمتنا شيء جديد، وأنا عم بعمل دراسات في هذا المجال وسأصدر تقرير فيه. نشأت ما يعرف بالثورة الصناعية المعرفية، هي صناعة جديدة، مثل ما في عندنا نيو كلاسيكال موسيقى ونيو تعود ثورات، عندنا ثورة جديدة، ثورة صناعية جديدة مرتبطة بثورة المعرفة. كيف؟ فجأة سمعنا أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها قانون اسمه قانون الدفاع الصناعي، أي تقرر الدولة أن على كل شركاتها أن تعطي أولوية لصناعات معينة. فحولت شركات ما لها علاقة في المنتجات ولا في الأدوية أن تتوقف مصانعها عن الإنتاج التقليدي اللي هو رزقتها وشغلها، وتركز على الصناعات ذات العلاقة بالأزمة، أي صناعة الأدوية واللقاح والأجهزة والماء الماسكس وكل ما تحتاجه الحرب ضد الكورونا. هذا فإذا من بابنا عربيا ومصريا أن نركز على ما أن هنالك فرصة تاريخية في التحول إلى الصناعة مرة أخرى، ثورة صناعية جديدة مبنية على الثورة المعرفية وبأدواتها وتقنياتها اللي هي تقنية المعلومات والاتصالات. هذا مجال كبير أيضا للعمل. أيضا العالم كله كمان يجب أن يشعر بالخجل بأن كل دول الدنيا كانت مختبراتها وهي بالمئات في العالم تبحث كيف تخترع فيروسات بدل أن تخترع مضادات للفيروس أو فاكسينات، والآن بدأت هذه العملية. لذلك نحن واجهنا أزمة، ونحن كل تفكيرنا هو بالاتجاه الخطأ، باتجاه كيف أخترع فيروس أستطيع أن أستعمله كسلاح ضدك بدل أن أخترع دواء يستعمل للسلاح يمنعني من الكارثة. إذن دكتور طلال، هل تعتقد أن فيروس كورونا هذا مصنع بالفعل أم أنه يعني من الطبيعة؟ هذا موضوع جدلي، لأنه في موضوع الأبحاث العلمية كما نعرف كلنا الأبحاث العلمية تعتمد على بعضها. مثلا ونحن كما تعرف أكبر شركة ملكية فكرية في الدنيا، يعني إحنا رقم واحد على مستوى العالم. صحيح. الاختراعات في أي اختراع عندما يسجل، أي اختراع عندما يسجل يصبح ملكا للعامة، أي جينيريك، وبالتالي يستطيع أي باحث أن يأخذ هذا الاختراع ويدرسه ويصنع شيء مثله أو أحسن منه. وبعد 20 سنة كل الاختراعات تصبح ملك الدنيا مفتوحة، استعملها بس غير اسم العلامة التجارية بس. أما أنا أستطيع أن أنتج أسبرو كما كان ينتج قبل 20 سنة بس أحط عليه اسمي. نحن الآن فإذا هنالك أبحاث، مراكز أبحاث، والأبحاث التي في الدنيا الآن مربوطة بمراكز مع بعضها. يعني نحن مثلا باتفاقنا في المنطقة العربية، أنا أرأس مؤسسة اسمها المنظمة العربية للبحث العلمي تحت رعاية جامعة الدول العربية، أنشأنا خط إنترنت يتيح لكل باحث أن يدخل على كل اختراعات الدنيا بما فيها بداية الاتحاد الأوروبي اللي هو شريكنا في هذا الموضوع، وأيضا المؤسسات الأخرى. فإذا هنالك تشابك وارتباط بين الاختراعات. أما ردا على جواب سؤالك، ليس هنالك ما يثبت أنه صنع بشري. أولا كثير كلام كان أنه it's man made،
ولا من هو المسؤول عنه. هذا موضوع سيعيش معنا لسنوات إلى أن يحصل شيء بالصدفة ونكتشف إذا كان هنالك، لأنه من الصعب جدا، لأن عملية التكنولوجيا مترامطة وتعتمد على بعضها، وأي اختراع ينتج عنه 20 و100 اختراع آخر. يعني بيكون حديثنا في هذا الموضوع جدلي غير مستند إلى وقائع. طيب سعاد دكتور، يعني في ظل ما خلفه فيروس كورونا من أزمات وحالات وفاة وحالات إصابة وانهيار للاقتصاد العالمي، في نظركم من سيتأثر بتبعيات هذا الفيروس، الأغنياء أم الفقراء؟ الجميع وبدرجات متفاوتة. لنأخذ مثال، عندما أمريكا قررت أن تخصص وأخذت بالإجماع، وهذا شيء نادر بالكونغرس أن يجتمع الديمقراطيون مع الجمهوريون على القرار أن يخصصوا 2 تريليون لدعم الاقتصاد، قسموها على شرائح، 1 للعاطلين عن العمل، أي الإنسان الفرد العاطل عن العمل، جزء ثاني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة SMEs small and medium size، والجزء الثالث للشركات الكبرى، يعني بوينغ شركة كبرى انضربت، صحيح، الفنادق والسياحة شركات الفنادق الكبرى، شركات المؤسسات كبرى ضربت، هناك قطاعات كثيرة كبيرة ضربت، وهناك مؤسسات متوسطة الحجم أو صغيرة، وهناك الأفراد. وأنا أكثر شيء يقلقني الأفراد، وأنا من أول يوم بدأت الكورونا قلت نحتاج إلى طريقة لكيف نحمي الوظائف. إذا حميت الوظائف حققت 50% من حماية لأي نشاط واقتصاد، مدام أنت عندك، وهكذلك نحن، احنا اصدرنا قرار في مجموعة طلال وزالة العالمية انه لن نقبل ان، وحتى لو انتاجه لم يكن جيد، في الماضي كنا ننهي خدمات من هو غير منتج، السنة مش رح ننهي خدمات اي واحد حتى لو كان مش منتج، لانه صار قضية وطنية، صار شيء مطلوب، مش فقط معيار الربح والخسارة، لا معليش انا اتحمل خسارة موظفين غير منتجين بدل أرميهم في السوق بالشارع، لا يستطيع أن يصرف، لا يستطيع أن يستأجر، لا يستطيع. الأولوية يجب دائما أن تكون لحماية الأفراد، وهذا ما يشكل الخطر الكبير. أنا أتوقع في أمريكا لوحدها التوقعات أنه راح يوصل عدد العاطلين عن العمل 20 مليون، وأنا توقعاتي 50 مليون، هذا رقم مخيف في أن، ويؤدي إلى ثورات، يؤدي إلى مشاكل اجتماعية، يؤدي إلى ضغوطات على الدولة لم تراعي خصوصا الدول. وأنا بدي هنا أركز، إحنا إلنا ميزة، مرات النعمة بتكون مش دائما نعمة، بقول دائما إنه الأزمة هي النعمة مش النعمة. الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا اقتصادها ونظامها كله مبني على الرفاهية وعلى المجتمع الرعوي، المجتمع الصرف، بينما نحن بسبب ظروفنا الصعبة واقتصادنا المحدود كثير بنحسب بالأمور وبنفكر فيها. الآن بدأت تفكر الدول، وأنا عندي اطلعت على تقرير مهم أصدرته دولة الإمارات وأنا أثني عليه، اللي هو كيف نعالج، وأنا أتمنى أن تدرس الدول العربية كلها، كيف ممكن أن نخفف من الآثار الاقتصادية كدولة، هنالك أساليب أخرى كشركات. إحنا أيضا لما نيجي نحكي عن عمله ترامب، عمل شيء أنه راح يعطي كل واحد عاطل عن العمل راتب، أنا أعتقد أن هذا شيء غير 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 جميل وغير إنساني. لا يجوز أن تشجع البطالة على العمل وتقول له أنت عاطل عمل ما تشتغلش أنا بدفع لك راتب. ولذلك
أنا اقتراحي أنه إذا كان سيدفع بدلات أو تعويضات أو رواتب للعاطلين عن العمل أن تكون مشروطة بأن يشتغل في قطاع من القطاعات، ويكون هذا الراتب مقابل شغله وليس مقابل أنه هو عاطل عن العمل، لأننا نريده أن يصبح إنساناً منتجاً ونريد أن نستفيد منه في الناتج القومي. صحيح. طيب دكتور طلال، يعني قبل ظهور فيروس كورونا كانت هناك حرب تجارية شرسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولكن هدأت حدة هذه الحرب بعد انشغال العالم وحكومات العالم بمجابهة هذا الفيروس. هل تعتقد أن بعد انتهاء هذا الفيروس ستعود هذه الحرب بين أمريكا والصين بنفس الشراسة أم لا؟ أنا بحب دائما أذكر بأني في عام 2017 قلت أن عام 2020 سيكون عام الأزمات مش أزمة. هذا العام يواجه أزمات قبل الكورونا، والأزمات كبيرة جدا. الصراع التجاري هو أصغر موضوع فيها. هنالك صراع بين العملاقين على من سيقود العالم، كله بيجي تحت البند، ليس هنالك موضوع آخر، لا في خلاف على حدود ولا في خلاف على القوانين ولا. هذا العالم وصل لنقطة يشعر فيها الأمريكي أن الروسي أصبح منافسا له في قدراته وحجم اقتصاده، وبالتالي قد يستولي على قيادة العالم منه. أنا لذلك أقول، وأنا معلش حقولها ولكن للتنبيه ومش للسعادة أبدا، إذا لم يجلس العملاقان قريبا خلال شهور، وأنا أعرف أنه لن يجلسوا لأن الخلاف بينهما ليس على جمارك ولا على عقوبات اقتصادية، أمور أكبر بكثير. عندي حوالي 10 بنود رئيسية، منها الملكية الفكرية، حقوق الملكية الفكرية، خلاف كبير جدا، منها موضوع الإنترنت وسيطرة أمريكا عليها، منها موضوع الدولار وسيطرته على العالم إلى آخره. إذا لم يجلسا ولن يجلسا وديا واختياريا، سنشاهد حرب بينهما في هذا العام لتجبرهما على الجلوس معا. يعني أمريكا مش هتحتل الصين، ولا الصين هتحتل أمريكا، ولا الجيوش هتزحف، ولا هنا عاوز في خلاف على الحدود ولا على أي شيء، في خلاف من سيحكم العالم. أنا المتوقع أنه سيحصل هذا الحادي، تحصل هذه الحرب لهدف أن يجلسوا، وإذا جلسوا، الجلوس دائما بعد الحروب يحقق اتفاقيات. الحرب العالمية الأولى انتهت باتفاقيات بين الطرفين، والثانية كذلك، وكل الحروب الإقليمية وحتى المحلية كلها تنتهي باتفاق. بعد أن ندمر بعض نقعد نتحدث كيف ننقذ بعض. إذا تحارب ذلك، وأنا أتوقع أن يكون فكرة الاتفاق تتم في عام 2020، ولكن صياغة الاتفاقيات سيستمر معنا إلى على الأقل سنة 22 21 و22، ولن يعود العالم إلى الانتعاش إلا عام 2005. وأنا أقول الكلام مع أني أنا اطلعت اليوم على تقرير، يعني كان إذا بدي أغير بكلامي كان بإمكاني أغير كلامي. اليوم اطلعت على تقرير من صندوق النقد بأن الانتعاش سيبدأ السنة القادمة. أنا أقول السنة القادمة ستكون من أسوأ السنين، لأن كل مصائب الخلافات والحرب من كورونا ومن اقتصاد ستنزل علينا، وسنواجه ما يسمى بالكساد العظيم، كما حصل في كساد الكبير عندما بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الكساد سيكون من الصعوبة
يعني أنا مش كاين أتخيل كيف خبراء البنك الدولي أو غيرهم اللي شايفين وضع الدين العام الأمريكي وشايفين وضع العجز المالي الأمريكي وشايفين وضع البطالة التي يتكلم عنها الأمريكي هو المعلومات كلها من أمريكا مش حدا بتجسس عليهم هم يعلنوها وهذا شيء عظيم في أمريكا أن عندهم شفافية الإعلان وأنا أحترم ذلك كلها تقول على أنه نحن في وضع صعب جدا ويتوقع حسب تقرير عندي أن الناتج القومي الأمريكي سينخفض إلى ماينس 5 كان الحديث وكنت أنا أقول كان الحديث في السنتين الماضيتين أنه سينخفض ليصبح 2% وأنا قلت أن جميع ناتج نمو في الناتج القومي في الدول الغربية راح يكون تحت الصفر أوروبا بدون استثناء ولا دولة فيها ستكون عندها ناتج نمو في الناتج فوق الصفر كلها سلبي ويتوقع أن يكون بحدود 4% كأفرج مورغان ستانلي يقول مورغان أن لن يكون هذا العام في أمريكا أي شركة تحقق ربح مش أنا هو بقول طب كيف هاي الشركات كلها بتتحقق خسرانة وعجز ما فيش عندها قدرة للإنتاج ولا توظيف ولا كيف بدك تحقق لنمو في العام القادم يعني مع الأسف مرات وأنا آسف أن أقول هالكلام ولكن الأمانة تقتضي الحقيقة وأنا طول عمري لذلك بدأت كمحاسب قانوني لكي أنا أقول أفتش عن الحقيقة وأقولها الحقيقة أن هذه المؤسسات الدولية تجتهد في أغلب الأحيان في إحصائياتها لأسباب سياسية أنا أزعم أن سيكون هنالك انخفاض في التجارة العالمية 50% عجز في جميع اقتصادات العالم من حيث النمو الدين العام العالمي الذي هو حالياً بحدود 270 تريليون سيزيد يتفوق على 300 تريليون الدين العام بينما الناتج القومي العالمي لا يزيد عن 85 تريليون وأنا أتوقع أن ينخفض إلى 60 سيصبح الدين العالمي العالمي 5 أضعاف ناتجنا القومي في العالم طيب سعادة الدكتور يعني انتقالاً لمحور آخر في الحديث وهو القضية الفلسطينية سعادتكم حددتم عام 2050 كتاريخ لعودة دولة فلسطين لماذا هذا التاريخ تحديداً؟ لعودة؟ دولة فلسطين دولة فلسطين سامحني لأنه ما انتبهتش أنك انتقلت لموضوع آخر لا سامح لعودة دولة فلسطين لماذا هذا التاريخ لأنه أنا مقتنع أن العالم لن يساعد في قضية فلسطين لن يساعدنا يعني الموقف العالمي سواء أمريكي المتصل والمتفق كليا مع إسرائيل وسواء أوروبا اللي تشعر بالذنب بعقدة الذنب وبدها تعوضهم عن ما ذاقوه من عذاب عندهم بأنه نحن نعمل لهم دولة أولاً نعوض عن ما عملناه لهم في أوروبا وأيضاً نخلص منهم فإذاً ما في مخرج عسكري ولا من ناحية استراتيجية وقرار دولي لن تستطيع أن تأخذ قرار دولي بفلسطين ما دامت أمريكا بتقول لك فيتو يعني الواحد يكون عاقل كل المحاولات هي فقط محاولات جدلية ليس فيها بما فيها القرن صفقة القرن اللي هي كلام يعني رأي من أمريكا وإسرائيل واجتهاد وبالنسبة إلي لا أكثر ولا أقل أما عام 2050 التاريخ سيفرض التغيير ودائما أنا أتعلم من ديغول الرئيس الفرنسي شارل ديغول كان يقول المستقبل يقرر التاريخ والجغرافيا في عام 2050 سيصبح عدد الفلسطينيين في فلسطين وما اسمهاش إسرائيلي اسمها فلسطين وتحت الاحتلال عدد الفلسطينيين في فلسطين
سيصبح أكثر من عدد المستوطنين اليهود في فلسطين. فبالطبيعة الحال أنت في دولة الأكثرية فيها فلسطينيين، وهذه إحصائيات يعني مدروس كيف تحتسب من طريقة التزايد السكاني المعروف دوليا نسبته. رغم بأنه إحنا الآن الفلسطينيين عددهم حاليا 25 مليون. فإذن إذا أصبحنا في هذا الوضع أمام المستوطنين، واحد من حلين: إما أن ينهوا الاحتلال ويقيموا دولة ديمقراطية اليهودي فيها والفلسطيني متساويين في الحقوق وفي كل شيء، وينتخبوا ويتنافسوا مين يصير رئيس وزراء أو رئيس جمهورية على قدر المساواة، أو أنه ما يعجبهم الوضع ويتركوا البلاد بدون حرب بدون قتال بدون ما يتهمونا دائما أنه إحنا بدنا نقضي عليهم أو بدنا ننظف فلسطين اللي هو بيسموه ethnic cleansing، ننظف فلسطين منهم أو نرميهم بالبحر. لا أبدا. لما كان قبل ما يصير العدوان على فلسطين واحتلالها كانوا معززين مكرمين اليهود في بلادنا كلها، في مصر وفي لبنان وفي فلسطين، وأنا ترى ولدت في فلسطين وشهادة ميلادي معلقة ببعت لك إياها، بتقول حكومة فلسطين طلال أبو غزالة ولد في يافا فلسطين صحيح. عام كذا تاريخ كذا صحيح. وكانوا معززين مكرمين، ونحن نرحب فيهم أيضا الآن بنفس، إحنا خلقنا يختلف عن خلق الآخرين النازيين أو غيرهم، إحنا نحترم الأديان نحترم حقوق الإنسان والمساواة، اللي بحب يبقى منهم بيبقى، ولكن مش أنا درجة تانية هو درجة أولى، ولا أنا عاوز أكون درجة أولى، إحنا اثنين مواطنين بحب تبقى في هذا البلد وأنت مكرم معزز فيه كما كنت معزز مكرم في لبنان وفي المغرب وفي مصر وفي كل بلاد الأمة العربية معززين. أما الآن مع الأسف العكس هو اللي حاصل، يعني اليهود اللي جايين الفلاشة اللي جايين من أفريقيا مش معززين ولا مكرمين ولا محترمين بسلطة تحت سلطة الاحتلال في فلسطين. لذلك أنا مطمئن أن التاريخ والجغرافيا سيقرران عودة فلسطين كفلسطين. طيب سعادة الدكتور، يعني سؤال أخير: قبل ظهور فيروس كورونا ظهرت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ورفضها الجانب الفلسطيني، هل تعتقد بعد انتهاء هذه الأزمة وتحول القوى العظمى أو يعني احتلال الصين اللي هو القوى العظمى في العالم، هل ستتغير القضية الفلسطينية معها أو سينال الفلسطينيين حقوقهم أكثر مع الصين؟ نعم سيدي، أنا أقول هذا سؤال جميل، أنا أقول أننا إذا عندما يجلس العملاقان، ولن تنتهي الأزمات في العالم إلا إذا جلسوا، إنما يجلسان سينتج نظام يحكم قطبان مع بعض. الآن ما فيش قطب، العالم الحالي ليس له قيادة وليس فيه نظام عالمي متفق عليه. يعني الرئيس ترامب أعلن اليوم أعلن أنه لا يعترف بالـ WTO، وقبلها بالـ WHO منظمة الصحة العالمية، وقبلها لا يعترف بالمنظمة العالمية للتجارة، وقبلها لا يعترف بقرارات المناخ في كيوتو وفي باريس. ما في نظام عالمي يسري الآن. لو بدنا نطبق النظام كان بنشأ 3000 قضية مخالفات على ما يقوم به الأمريكي، والرد أيضا عليه من قبل الصيني. فإذا نحن أمام عالم كما قال براون رئيس وزراء بريطانيا السابق، نحن في عالم بدون قيادة، ونحن في عالم ليس فيه نظام معتمد ومقبول ومطبق على الجميع. على الجميع، مين بيعطيني حق أنا أفرض عقوبات؟ ليش أنت يكون عندك حق عندي حق أفرض عقوبات عليك مباشرة بدون ما تكون ضمن الإطار والأنظمة الدولية؟ هذا مثال. فإذا عندما يتفق العملاقان أقول أن سينشأ نظام فيه عدالة أكثر، بس ما بحلش قضية فلسطين،
بس بتبطل تقدر تلغي دعم منظمة الأونروا اللي مساعدة اللاجئين، تلغي تقدرش، بصير نظام يقول ما بيجوز هذول بشر أن تعمل عليهم حصار، بس لن يحقق العودة لأنه الطرف الآخر لم يسمح. فبيصير في تحسن في الوضع الفلسطيني وفي معالجة القضية الفلسطينية. قبل أن أختم بدي أرى لك شيء أنا امبارح وصلني، تفضل سيد. بناء يخص الاقتصاد المصري اللي ما تحدثناش عنه، وأنا سعيد وبتشرف في لقاء قادم أن أتحدث عن الاقتصاد المصري. أكيد إن شاء الله. وأنت سألتني عن ليش توقعاتي لمستقبل مصر. صحيح. أنا أقول أولاً، أقرأ الرسالة أولاً وأقول لك ما هي نصيحتي. أنا معلش أستأذن اسم المرسل ليكون في شفافية وتأكيد على صحة ما سأقوله بهذه الرسالة. المرسل اسمه السيد عبد النبي محجوب عجيب عفيفي، وهو مصري، وهو إيميل وردني من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد، هذه ليست رسالة للاستفسار أو أي ملاحظة، لأنني ببساطة إنسان عادي جداً. أنا أحترم إنسان يقول أنا إنسان عادي لأنه أحسن مني. لما أقول أنا إنسان عادي أنا بحترمه أكثر ما أحترم نفسي. وأجزم أن علاقتي بكامل مجالاتها تكون معدومة، تكاد أن تكون معدومة، ولكن بالصدفة البحتة ولأول مرة أتعرف على الدكتور طلال أبو غزالي كان اليوم على اليوتيوب، وبصفتي مصري لفت نظري عنوان لحلقة سعادته على القناة أن مصر سوف تصبح سادس اقتصاد بالعالم. ولأول مرة أسمع أو أشاهد برنامج يتحدث عن الاقتصاد، أول مرة بحياتي بسمع شيء اسمه اقتصاد. وشدني كلام الدكتور طلال، وفجأة تحولت بعد مشاهدة الحلقة، وهذا الكلام اللي أنا سعيد فيه وبدي أركز عليه وأحكي كلمتين بعد ما أخلص، من مواطن مصري ساخط على النظام والأوضاع في مصر لشخص ساخط على نفسي لجهلي بما تقوم به الدولة، لجهلي مما تقوم به الدولة. وأعتذر عن طول لساني، ولكن كان لازم تكون الرسالة بهذا الطول لأختمها بما كنت أود أن أبدأها، برسالة شكر وتقدير لهذا الدكتور الفاضل دكتور طلال أبو غزال. انسى الثناء، أنا مش هذا قصدي، وأرجو أنه يسامحني لأنه هاجمني سابقا، أن يسامحني على جهلي الآن بشخصه الكريم. وطبعا أتمنى من كل قلبي أن يطلع على رسالتي، ليس لأي غرض، ولكن ليعلم شكري وامتناني لشخصه الكريم. ولو كنت أتمنى أن أعرفه قبل 15 سنة، لأنني أعتقد أنني كنت سأصبح شخص آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شو يعني؟ وأنا هنا، أنتوا إعلام، أنا بدي أوجه لكم ختاماً كلمة بهذا الموضوع. فضح. عندما يطلع المواطن، مش بس المواطن العادي الطيب مثل هذا الرجل اللي أحترمه كأكبر عالم، عندما يطلع على حقائق، الصينيين عندهم مثل بيقول لا يكفي أن تكون حصاناً جيداً، بل يجب أن يعرف الآخرون أنك حصان جيد. الإعلام المصري مقصر بطبيعة الإعلاميين، بدوروا على الخبر المثير السيء اللي فيه شتايم، أكثر من لما أحكي خبر حلو ما حدا بيهتم بينقله، أما السلبيات هي اللي تنقل في الإعلام. معلش مش معترض، ولكن لما يجي موضوع يتعلق بوطن وبمحبة المواطن لوطنه، يجب أن نعطيه
الحقائق الجميلة على الأقل بقدر ما نثير المشاكل. لما نعمل الحوارات ونحكي عن الخلافات والمشاكل والتقصير كويس، بس احكي لي كمان عن شو عم نخطط لك يا ابني في مستقبلك. وهذا الموضوع اللي أنا بحب أتكلم فيه، ما هي الميزات والقوة الموجودة الكامنة في مصر والتي قررت القيادة المصرية أن تركز عليها لتبني مستقبل مصر، تستطيع أن تبني مستقبل استهلاكي وتركز كل مواردك لراحة الشعب ورضاه، وتستطيع أن تقول أنت بعيني أنت ابني وأنا مسؤول عنك، بس أنا أيضا مسؤول عن حفيدك ومسؤول عن مستقبل كل أمتك، فيجب أن أخطط وأصرف وأستثمر فيما يؤدي إلى أن مصر تصبح الدولة السادسة اقتصاديا في العالم. وأنا أرى أن ما هنالك من خطط واستراتيجيات وتنفيذ على الأرض، هنالك توجه يطمئن إلى أن مصر هي بالاتجاه الصحيح، لأن القيادة المصرية قررت أن ترضي المستقبل أكثر من أن ترضي الحاضر، أن ترضي حفيدك أكثر من ما ترضيك. وهذا هو، هذه هي الحكمة، هذه السياسة. رجل الدولة هكذا. أما السياسة اللي بده يكسب رضا وانتخابات وتصويت موضوع آخر، أما رجل الدولة الذي يفكر كيف أحمي وأبني مستقبل هذه الدولة وليس أرضي أن أرضي شعبها الآن. كلمة أخيرة سعاد دكتور توجهها لرجال الأعمال في الوطن العربي في ظل هذه الأزمة. هذا موضوع أيضا مهم وكبير جدا، ما بعرف قديش معك وقت. اتفضل حضرتك سيدي. أنت الآن تتكلم عن موضوع أنا سعيد أن أطرقه، وأنا يعني أصرف كثير من وقتي ومن مطالعاتي ومن ما أعمله في هذا الاتجاه. المشكلة في أمتنا العربية أنها أقنعت الشعوب، الحكومات أقنعت الشعوب أنهم هم أطفالها في رعايتها، يعني رعاية الأب الصالح، خليك أنت كويس وأنت كويس وإحنا بنصرف عليك وإحنا نعلمك وإحنا بنربيك ونحن بنجوزك وإحنا كل حاجة بنعمل لك إياها بس كن محترم. أصبحت دولنا دول رعاية واقتصاد رعوي. لن يمكن أن يستمر هذا الوضع في الظروف التي أصبحت الآن بهذه الصعوبة وهذا التحدي. ما الحل؟ الحل أن ننتقل من دور الرعاية إلى دور الشريك، أن تصبح الدولة والمواطن شريكان، وهذا منطق لا مهرب منه. الاقتصاد الأمريكي والقرارات الأمريكية يصنعها قوى الاقتصادية، الشركات هي القطاع الخاص هو الذي ينتج المعرفة وهو الذي ينتج الثروة. الدولة ما بتنتج إضافة إلى الاقتصاد الوطني ولا لشيء. عناصر بناء الاقتصاد من تجارة، اللي بتاجر التجار مش الحكومة. النمو في الناتج القومي يحققه الاقتصادي، القطاع الاقتصادي. فإذا علينا أن نقول أننا بحاجة إلى إنشاء شراكة حقيقية، مش شراكة بالكلام. كيف ذلك؟ أن نقيم هيئة دائمة اسمها هيئة الشراكة الوطنية، الحكومة فيها والقطاع الخاص متساويان، ويرأسها شريكان كوتشيرز من الطرفين وعضويتها متساوية، ويكون لها مسؤولية أن تدرس ما هي القرارات والسياسات التي هي في مصلحة هذا الوطن. هذا واجب على أنا مش أقول أن يكون عندها قرار أن تنفذ، أنا لا أتطرق أبدا إلى سلطة الدولة، ولكن هذه الهيئة التي تقول إحنا مع بعض اتفقنا أن هذا المشروع يستحق أن ندعمه ونباشر فيه
وهذا الموضوع متعب وعبء على الدولة ما في له لزوم. هذا القانون فيما يخص العمل بزيد العمالة، هذا القانون بزيد التعليم إلى آخره. الدولة دورها تأمين البيئة الاستثمارية والاقتصادية في البلد، البيئة، البنية التحتية، وهي وأنا أشهد لمصر، لمصر أنها تستثمر في القيادة في يعني في عهدها الحالي بقيادة الرئيس السيسي الاستثمار في البنية التحتية، ليس فقط البنية التحتية الملموسة بل أيضا في البنية التحتية الرقمية، نشاط الإنترنت ونشاط الاتصالات، هذا موضوع مهم جدا لبناء الاقتصاد. هناك كثير أشياء عم تنعمل كلها في سبيل هذا الاتجاه، ولكن أم نقول أنه إحنا والله بنستشير القطاع الخاص؟ لا، مش مستشار. أنا واحد يقول لي بدي أجي من الحكومة، يقول لي بدي أستشيرك، أقول لك أنا شو بفيدني استشاريني ما دام أنت اللي حتقرر؟ لا، مش تستشيرني، نقعد أنا وياك سوا نصنع القرار لصانع القرار، مش نحن ننفذه بس نرفعه لصانع القرار، لأنه بساعتها بنقول يا صانع القرار هذا القرار اتفق عليه المجتمع كله، الحكومة والقيادات في المجتمع الاقتصادي والثقافي والتعليمي والمجتمع. موضوع الشراكة بين القطاعين كمؤسسة مستدامة تبحث باستمرار وحسب تغير الظروف وحسب الاحتياجات وتقدم تقاريرها لصانع القرار. صانع القرار يبقى هو الإله الحاكم، أنا مش معترض، بس مش تقول لي أسمع لك ومرات أعجبك ومرات ما تسمع ليش للآخر ومرات مش فاضي أسمع لك. لا، بنقعد أنا وياك ونقدم الاقتراح الذي نتفق عليه لك وأن تقرر الشراكة الحقيقية في صنع القرار الاقتصادي وكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي. مسؤولية الاقتصاد أولاً، وبما أن الدولة هي الراعي لهذا الاقتصاد والحامي لبيئته من أمن ومن سهولة، وإحنا بالمناسبة نحن نقدم تقرير سنوي للبنك الدولي عن البيئة الاستثمارية في كل دولة عربية، ندرس ما هي ويصدر سنويا، نقدم لهم يا نشرح فيه أين وصلت تطوير البيئة. مع الأسف مرجعنا الوحيد هو الدولة في إعداد هذا التقرير الذي ينشر على مستوى العالم من البنك الدولي. يجب أن يكون هناك هيئة شراكة هي اللي تعطيني المعلومات التي تفيد في بناء مستقبل. ابن المقفع يقول، وأنا مش بس بنقص من سلطة الدولة أبدا، ابن المقفع يقول إن المستشير وإن كان خيرا من المستشار رأيا فإنه يزداد برأيه رأيا. أنت بتسألني وأنت بتفهم أكثر مني، مش غلط تسألني ولو كنت بتفهم أكثر مني، لما أعطيك رأيي بيكون عندك رأي آخر، قارنه باللي عندك واستفيد منه أو ارميه بالزبالة، ارمي رأيي بالزبالة بس خده. يعني هذه أنا وجه نظري، ولا أريد أن يفهم مني أنه نريد أن ندخل في صنع القرار وفي سياسة القوانين والإجراءات في الدولة أبدا، نحن تحت القانون ونحترم القانون وأول من يطيع القانون، بس اسمع رأي القطاع المعني. ما بيصير تقرر في قانون في الزراعة والمنتجين الزراعيين والمنتجين الصناعة الزراعية والمتاجرين بالصناعة الزراعية مش معهمش خبر مثلا. فإذا أنا أتمنى على كل دولة عربية، ونحن الآن في الأردن بالمناسبة في توجه لإنشاء هذه الشراكة، وأنا تقدمت فيها باقتراح للدولة لوضع الأسس هذه ليقدم الاقتصاد واجبه معك، يقدم دوره مش بس يقول لك أعطيني. فيا ريت وإن شاء الله، وإحنا لسه الخير قدامنا، أمة عظيمة، أمتنا أمة عظيمة وستبقى عظيمة وسننتصر وسنحقق الخير وسنعود لنقود الدنيا كما قدناها. الأوروبيين حضاراتهم مش أكثر من حضارة مصر، أقدم عاصمة في العالم في دمشق، أهم اختراعات وإبداعات في بين الرافدين في العراق، الصناعة والاختراعات في كل المجالات بدأت من هذه المنطقة،
وسنعود إن شاء الله لنقود العالم والحضارة بأسلوب فيه البعد الأخلاقي والبعد الإنساني، لأن الحضارة الغربية ليس فيها بعد لا إنساني ولا حضارة ولا أخلاقي، هي مصلحة الطرف. ولذلك أنا أكره كلمة جدا لما واحد بقول لك أنا براغماتيكي، وإحنا خلينا نحكي براغماتيكية. شو معنات براغماتيكية؟ معناتها نحكي بما يحقق مصلحتي فقط. بسمع مرة بعض المتحدثين ويعتبروا أنه هذا مديح، أني أنا رجل براغماتي. أنا رجل براغماتي يعني لا أخذ إلا المصلحة الاقتصادية والعملية دون اعتبار لجانب الأخلاق ولا الإنسانية ولا مصلحة البشر. براغماتي بس يعني أنا بدي اللي هذا بيعمل هيك بوصل هيك، أثره على الإنسان مش مهم. أنا أكره هذه الكلمة، وإن شاء الله ما نعود نسمعها، لأن الكلمة كريهة وبتأثر على أسلوبنا في العمل وتطلعنا في العمل. سعادة الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، نشكركم شكرا جزيلا لحسن المشاركة وسعة صدركم. شكرا. شكرا لكم. شكرا. أنا شرفت بهذا اللقاء. تشرفت. شرفتينا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. قفل كده يا شريف.